عندنا مثل ابو سليمان يقول ما يتردد في المناحي الا البقر، وكترداد الكلام ترداد الكلام مو بزين، لكن والله انت يا ابو سليمان احببت لاني اتكلم من اجل اطرائك ومديحك لي. تستاهل والله ابو محمد. نصيحتي مره اخرى لكم ولكنها في كلمتين، الى انك الان انت تضع في ميزان حسناتك يا اجور تكسبها يا سيئات تكسبها، وأنت الخصم وأنت الحكم وأنت صاحب الشأن في حياتك الآن تحت هالكاميرات وتحت يعني مشاهدينك، كان في البيت أو في الشارع، يعني أعداد بسيطة. اليوم أنت تحت المجهر وأنت عدد المشاهدين لك أكثر مما تتصور، ثم هذه مسجلة لك يعني باقية في اليوتيوب وباقية في القنوات، ومن ما سألت تبي ترجع لك هذه المعلومة وهذه الكلمة اللي قلتها إن كانت سيئة تراها مكتوبة عليك، تموت وهي مكتوبة عليك، وإن كانت حسنة. وإن شاء الله كلنا ما تجمعنا في هذا المكان إلا من أجل هذا الوقف، من أجل عمل صالح، فلا يشوب عملك شيء سيء. فضل يا لا 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 يا لا 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 قد سعدنا بشوفتكم بهذا المكان، وإن شاء الله أننا نراكم مرة ثانية. يا سلام. لا 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 لا، وإن شاء الله أننا نراكم مرة ثانية، واسمعوا ما نقوله يا وجيه الشباب، الله يجعل لنا ولكم على الستر بابا. قد سعدنا بجميع بشوفكم هالمكان، وإن شاء الله أننا نراكم مرة ثانية. وعلى لا يا لا 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 لا، وإن شاء الله أننا نراكم مرة ثانية، وإن شاء الله أننا نراكم مرة ثانية. سلامتك. صح لسانك يا سليمان. مرحبا أبو عبد العزيز. أبو العزيز جت رسالة يقولون الرقم حق الوقف. نعم. ذكرهم في الرقم. رقم بعضهم يتوقع رقم حساب، بعضهم يتوقع انه الرقم القديم، يقول طب شيء قديم. لا نفس الرقم السابق اللي كان معنا ببرنامج سكريبت، يا ريت يعرض لنا الارقام الحسابات. نفسه يعني. اي معلومه صحيحه. احنا على الهواء انا واخوياي. واحد مرد يشبه منا اللي ساهم. عندنا مرتين. كفاله يتيمين، ومنا اللي ساهم كفاله يتيم. يا سلام. وحنا ما نبي نطلع من هالمكان الا قد حطينا بصمه للخير، وان شاء الله نحطها ونبي نقفل هالوقف باذن الله. باذن الله. باذن الله.